السلام عليكم، نحن الآن في منطقة باندونغ، نصور لكم فندق شيرتون، غرفة من نوع تاورس روم. تاورس روم هذه غرفة، غرفة واسعة جدا، تأتي بسريرين أو بسرير كينج. تبر كان يمكن إضافة سرير إضافي. هذه الشاشة، هذه الطاولة، شطاف، وهذا هو الشقة. طبعا هذا النوع من الغرف تأتي ببلكونة واسعة جميلة لإطلالة على المدينة والهدية. هذه هي الخزانة، شركة المحيط للسفر والسياحة، شرق آسيا.